دايما النادي الاهلي يعني سبب للفخر لكل عشاقه. ليه؟ لانه باختصار شديد هو نادي الانجازات. يعني احنا كل يوم والتاني بنتكلم مع حضراتكم عن انجاز جديد، سواء على المستوى الرياضي بفرقه المختلفه او على المستوى الاداري او حتى على المستوى الاقتصادي. طبعا بنتكلم عن اهلي الاقصر في طيبه الجديده، وده في حد ذاته انجاز كبير جدا، وهو نتاج وثمره الشراكه بين قطبين. احنا بنتكلم على شراكة اقتصادية مميزة جدا بين النادي الاهلي الكبير العريق وبين شركة استادات القبضة، الشركة الوطنية المصرية العملاقة. الشراكة اللي طبعا نتج عنها استاد وي السلام وقناة الاهلي، واللي وصلت حاليا لاهلي الاقصر. وطبعا اهلي الاقصر يعتبر هو اكبر نادي على الاطلاق في جنوب الصعيد. انجاز مش بس بيضاف لقائمة انجازات النادي الاهلي الحقيقة، والشراكة الاقتصادية مع شركة استادات القبضة، لكن هي علامة مهمة جدا بتضاف لانجازات الرياضة المصرية بشكل عام. وطبعا ده يعني بيخلينا نكرر ونقول ده انجاز للمنظومه الاقتصاديه للنادي الاهلي وشركه استادات، المنظومه اللي تستحق منا كل الثناء وكل التقدير.